في إطار محاربة التهريب بشتى أنواعه عبر إقليم الاختصاص، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من حجز كمية معتبرة من المحركات المستعملة واللحوم المجمدة. العملية نفذت بالمدخل الشرقي لمدينة عين الفكرون أثناء تنفيذ خدمة شرطة المرور عبر الطريق الوطني رقم 10، إذ عند توقيف سيارة نفعية نوع رونو ماستر سائقها رفض الامتثال لإنذار التوقف، حيث حاول الإفلات من المراقبة، مما أجبر عناصر الخدمة على استعمال المسلفة قصد توقيفه، وواصل السير على مسافة حوالي 500 متر، ونظرا لانفراز العجلات الخلفية قام بتوقيف المركبة بجانب الطريق ولاذ بالفرار داخل الأحياء السكنية. بعد تفتيش المركبة تم العثور بداخلها على 6 محركات مستعملة لمختلف أنواع المركبات، و9 قناطير من اللحوم المجمدة كبد البقر المجمد. القيمة المالية للمحجوزات حوالي 780 مليون سنتيم. عملية البحث عن صاحب المركبة متواصلة بعد أن تم التعرف على هويته. بعد إتمام الإجراءات القانونية سيتم تسليم المحركات إلى مصالح الجمارك، فيما يتم إتلاف اللحوم المجمدة من طرف المصالح المختصة.